يا مرحبا بيكم في كوجينة يسرى. اليوم جبت لكم وصفة متاع بريكة حلق الواد ولا ورقة البريكة، معناتها اللي بالورقة اللي بالعجين، معناتها بنينة بنينة وخفيفة وتتقرمش. ديما نعمل كعبات وفي الاخرة كنخلي روحي وريقة على جنب. اللي يحب الماكلة طوبش نجيكم للروسات. اول حاجه باش ناخذ زوز كيسان نتاع فرينه، ثم عباد تعملها بالسميد مي، هذه توا فيسع معناتها غابي دوس كيما يقولوا. هاك عملتها بالفرينه، تنجم تعوض مثلا كاس فرينه كاس سميد، كاس ونص فرينه نص كاس سميد، هكيك معناتها الكونتيتي هذيك انت تلعب عليها، معناتها المهم تتقيد بزوز كيسان ولا تنجم تعمل اكثر بالطبيعه. ديجا هما زوز كيسان ما شاء الله معناتها يعملوا 8 كعبات بريك، وباش نحط عليها نص ساشي نتاع خميره جاتو. ثم اللي يحط الكربوناتو، تنجم تحط خميرة جاتو ولا تحط كربونات وكيف كيف. تخلط هذو مزوز مع بعضهم، باش نحط الملح وباش نبدا نزيد في الماء. اول حاجه ساعه باش نحط الزيت، على خاطر لازمكم تاخذوا قاعده اللي على كل كاس تحط مغرفه زيت، معناتها انا تو حديت زوز كيسان باش نحط زوز مغارف زيت، ثلاثه كيسان تحط ثلاثه مغارف زيت، هذه باش تجيك بات معناتها متوازنه وباهيه. ومن بعد باش نبدا نقعد نزيد في الماء بشويه بشويه حتى لين تتلم العجينه. العجينه لازمها تجي طريه ومش يابسه ومش مرخوفه، ولازمها تجي ما تتلصقش في اليدين، معناتها الماء كي تبدا تزيده بشويه بشويه باش ما يغلبكش. ومن بعد راسيلك تقعد تزيد في الفرينه، على خاطر كي تزيد الفرينه لازمك زاده تزيد الزيت باش ما تغلطش، معناتها مش تحط فرينه خاطر زادتكم بعد تقول شبي البات ما جاتنيش هشوشه وشبي البات جاتني كذا وكذا. راهي بالحكار على الكيس تحط مغرفه زيت وتحط نص مغرفه صغيره خميره، هذه حطها معناتها كقاعده للعجينه. باش نقعد نخليكم تتفرجوا كيفاش العجينه قاعده تتلم بشويه بشويه باش تفهموا التكستور نتاعها. هذاك علاش ما حبيتش معناتها نقص عليكم، دو فاسون هي ما تاخوش برشا وقت، معناتها لا في العجنين لا في حتى شيء، معناتها حتى باليدين تنجم معناتها تعملها معناتها عادي ما غير ما تستحق الماكينه ولا حتى شيء. اقعد تبعني بعد باش نوريك السر نتاع العجينه نتاع بريكه حلق الواد اللي برشا معناتها ما يعرفوهاش. هذه استوس تبعها وتجيك الورقه، قولوا قالتها يسرى ماهيش نورمال كيما اللي يبيعوا فيها بالضبط. الكاس نتاع الماء كيما ريتو ما كملتوش، ابروبو الكاس نتاع الماء هو 200 مليلتر، والكيس اللي حطيت فيه الفرينة 250 مليلتر، معناتها باش يكون في بالكم معناتها بالكبر متاع الكيسان. هذه توا العجينة متاعي سيئة تلمت، شوفوا كيفاش تكون رطبة وما هيش معناتها يابسة وما هيش طرية على الاخر، المهم ما تتلصقش وما تعجنهاش برشا برشا. توا شنو باش ناخد؟ باش ناخد صحفة باش نحط فيها شوية زيت. لازمني من الاول تاخذ كعابر صغار، صغر معناتها لو ماكسيموم خاطرك من بعد راك باش تحلها راهي باش تولي لك ورقه كبيره، وتنجم المقلات نتاعك تكون صغيره تولي الاحراف نتاعها تتعوش، معناتها تنجم تصغرها حتى اصغر من هكا بشويه باش تغطسها في الزيت ومن بعد باش تخليها على جنب. هذه انا حبيت نوريها لكم، طب باش نمسح يديا وباش نمشي نكعبر العجينه نتاعي كلها، ومن بعد باش نغطسهم بالكعبه بالكعبه في الزيت. علاش ما تبداش تعمل بالكعبه بالكعبه كما انا توا هنا عملتها غلطه؟ على خاطر تولي العجينه تتلم تتبلك ياسر بالزيت، اللي كل كعبه باش تكعبرها باش تولي لك كلها بالزيت. هذاك علاش قلت لك دو بريفيرونس تكعبر الكل ومن بعد تبدا بالكعبه بالكعبه، معناتها تحطهم وتخليهم اقل اقل حاجه يرتاحوا ساعه، تنجم حتى ساعتين، تنجم حتى ثلاثه، تنجم اربعه، تنجم تعملها من الصباح وتقعد معناتها من بعد تخدمها في الليل. قد ما ترتاح العجينه قد ما تطاوعك وقد ما تتحل بالكدا وتجيك معناتها كيما الورقه. تنجم ساده تخدمها وكان معناتها عملتها وما نجازكش الوقت ولا ما لقيتش وقت، تنجم تخبيها في الفريجيدير وغدوه تجبدها قبل ما تبدا معناتها باش تعملها، تخليها او موان ساعه لبرا باش ترجع التمبيراتور امبيون. طيب باش نغطي عليها كيما قلت لكم عملت لي 8 كعبورات تبارك الله ما شاء الله، زوز كيسان فرينه معناتها يكفيو.
طيب باش نخليها هكاكة ترتاح حتى نيجي وقت نستعملها. خذيت شوية معدنوس، انا ما نحبش المعدنوس الفريش، نحبه مذبل شوية، ما نحبيش تبدا هكا معناتها جديدة، معناتها الكعبة كل شيء معناتها قوية نحسها، انا نجي نذبلها شوية. انتم ما تحبوها معناتها نورمال فريش، كدوب ما تقصها تحطها، هذيك حاجة رجعيكم انتم، لازم تعملها من الاول باش تخليها تبرد، على خاطر اي حاجة سخونة راهي تنقب العجينة. البطاطا طاو باش نصمتها مع طرف ملح، انا لهنا ذبلت شوية بصل في الزبدة والزيت خاطر نحبه. هذه البطاطا برشتها من بعد، لازمها تبرد بالكدي بالكدي قبل ما تبرشها باش ما تعجنلكش، معناتها تعمل البطاطا وتخليها تبرد ومن بعد ترابيها. توا تاخذ اللي باش تدهن، معناتها باش تحل عليه العجينه وتدهنه بالزيت، وتدهن القلقال بالزيت، حتى ولو الكعبه راهي بالزيت راهي شربت هنا تتسمى راهو، تحلها لو ماكسيموم، تجودها اللي تولي ترى البلون دو ترافاي اللي تخدم عليه، سواء الرخامه ولا اللوح ولا اللي تحب عليه انت. المهم الحراف لازمهم يكونوا جويدين، ما تخليش الحراف معناتها يابسين، خاطر من بعد كي تنفخ ما تجيكش باهيه. طيب باش نحل العجينه نتاعي لو ماكسيموم، قلت لكم هذاك على الصغر في الكعبه، شوفوا تبارك الله معناتها قداش تتحل، معناتها لازمكم الهذيه طاوة كبيره كبيره. من بعد باش نحلها، ومن بعد باش نحط الحشوم تاعي، هي الاصلانيه شي يحطوا فيها، يحطوا فيها عظم معناتها كعبه عظمه، يحطوا فيها المعدنوس، ويحطوا فيها البطاطا. انا باش نزيد جبن، باش نزيد شويه بصل، وهذه معناتها حاجه، والطن بيان سور هذيك حاجه اوبليغاتوار معناتها ما غير ما ننسوها، كل واحد معناتها شنو يحب يحط في الحشوم تاعو اللي يعجبه. ومن بعد نكمل لكم الطريقه. هذه لاسيوس نتاع انك تنقب العجينه هذه بالفرشيطه، علاش باش كي تحط انت العجينه ما تتنفخش بكلها وتولي معناتها تبعد لك الورق على بعضها وما تطيبلكش بالقدا. هذه تعملها كي ينقب ومن بعد ترجع العجينه. طيب باش نوريكم لاسيوس اللي تهز بها العجينه باش ما تستحمل لك البوان نتاع كعبه العظم، وباش ما تتنقبلكش العجينه، وباش تجيك معناتها مفروده في الطاوة على قاعده صحيحه. تبعوني. تاخو الطرف نتاع العجينه هذيك بيان سور، ترجعها تنزل عليها شويه باش ما تتحلش، سكرها مليح مليح معناتها بسويبك. تاخو الطرف تحط يدك بالمقلوب هكاكا، تحط عليها العجينه، تهز الاخرى، ومن بعد بيدك تعمل اوب وتهز كعبه العظم هذيك باش ما تحلكش كعبه العظم وما تطيحش. او باش نعاود لكم كعبه اخرى، وتبعوها مليح الفازه باش هكاكا تتحط لك كعبه البريك صحيحه في وسط المقله وما تتحلكش. اوكي كيما قلت لكم حلوا الورقه لو ماكسيموم معناتها مليح مليح، ورد بالكم زاد تقطعوها على خاطرها راهي تبدا رهيفه وجويده. البصل تنجموا تستغناو عليه، تنجموا تحطوا اللي حاجات اخرين معناتها تحبوها، كل واحد وشنو هو يحب معناتها الحاجه اللي يحطها كحشو. كثروش زادة من الحشو، على خاطر كثرة الحشو ينجم ينقبلكم الورقة، راهو قلل ودلل حاجة خفيفة بالكل بالكل، تبدأ في وسطها معناتها.
كي تحط البريكه تتقلاء ما تقلبهاش الا من البارتي الاولى تطيب كومبليتمون، معناتها كيما البريك العادي كل شيء، وخليها معناتها حتى كي حطيتها على الطاوه تعوجت لك منها طرف ولا منها طرف، استويها فيسع بالمغرفه ولا بالفرشيده. هيا معناتها الكعبات نتاعنا كيفاش قاعدين يتقلاو، الحمد لله بنين على الاخر ما نحكيكمش، لازم تجربوها الوصفه هذيه. وكل عاده تكتبوا لي في التعليقات شنو رايكم، وكان جربتوها ابعثوا لي تصاور على الانستغرام، ما تنساوش عطاو نهبطوا في المنتدى. وكانك جديد في القناة ما تنساش تفعيل الجرس وما تنساش تعمل لايك، وإن شاء الله نهاركم طيب وبسلامة في وصفات قادمة إن شاء الله.